هاي صبايا، اليوم حاحكيكم عن موضوع كتير مهم بالنسبة لإلي. كيف فينا نساعد بعضنا كنسوان بمجال العمل؟ هلأ وقتنا، هلأ النسوان هني بالصدارة، هلأ صرنا عنا فرص لنتعلم وفرص لنشتغل بأي مجال بدنا إياه، والحمد لله في كتير نساء بالعالم عم بيكونوا كتير قوية وعم بيفوتوا بمجالات كتير مهمة وكتير نادرة. خليكم معنا، عملوا سبسكرايب تو لوليا's channel حتى أحكيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم. مثل ما قلنا قبل، هذا موضوع كتير مهم بالنسبة لإلي. أنا بعتبر المرأة، وأكيد الرجال فيهم بركة، بس بعتبر المرأة في عندها مجال كتير قوي لتكون رايدة ولتكون قوية بشغلها أكثر من ما هي عم تعمل هلا. نحن الأشخاص نحمل أولادنا 9 أشهر، بنتحمل وجع منه طبيعي، بنقدر نشتغل مع إنه كنا مش لايمين ليل نهار كمال أولادنا. إذا كان في أي شخص بحياتنا، كانت مرأة أو رجال، حاسينهم بموقع ضعف وحاسين أنهم بحاجة لإلنا، بنحملهم على ظهرنا وبنمشي، ما عندنا مشكل وبنتقوى من هالشي. فكيف إذا حطينا هذه الطاقة وحطينا هالإنرجي حتى نساعد بعضنا، لوين بنوصل برأيكم؟ فكروا فيها للحظة حتى أعطيكم الخطوات حتى تقدروا تساعدوا بعضكم بالشغل. أول طريقة إنه تسلطوا الأضواء على المواضيع المخبية بالشغل. يعني كم وحدة منكم تشتغل هلا بشركة بتعرف إنه المرأة ما عندها نفس الحقوق مثل الرجال؟ بتعرف إنه يمكن المرأة ما بيندفع لها نفس المعاش اللي الرجال بيدفع له، مع إنه بيكون عم تعمل نفس الشغل وأوقات يمكن شوي أكتر. في كتير مثلا بالنسبة للأميات اللي بيشتغلوا مش قادرين يشتغلوا من البيت، مع إنه هن بيقدروا كتير يعملوا أشياء كتير منيحة من البيت، يمكن أكتر من الشغل، لأنه يكون بالهم رايق وشايفين أولادهم حدهم، وكل شيء بحاجة له هو الكمبيوتر تبعهم ليطبقوا شغلهم. سلطوا الأضواء على الأشياء المخبية بالشغل يلي عم تحرم المرأة من حقوقها لتقدر تأدي شغلها بالطريقة المناسبة، أو من حقوقها من ناحية المعاش. عيشي من خلال الروعة تبعك أنت، قصدي إنه حتكون كتير في ناس معك بالشغل، نسوان نساء مثلك يمكن يكونوا قوية مثلك ومعلمين قدك وبيقدروا يقدموا قد ما أنت بتقدمي، بس في بيصير غيرة بين النساء. الأحصاءات بتقول لأنه في مراتب عالية كتير قليلة للنساء بالشركات، بصيروا يحطوا عرقيل لبعضهم لأنه خايفين على حالهم، خايفين يخسروا شيء. تذكري انه ما حدا حيكون بروعتك انت، وما حدا حيكون بروعة رفيقتك، انت بس فيك تطلعي وفيك تزدهري من خلال انت الاشياء اللي عندك اياها كشخص. اشتغلي على حالك وحطي هالطاقة بحالك، ما تطلعي بالشخص اللي حدك او بالمرة الثانية وما تحطي لها عرقيل، صدقيني، لانه هي حيجي نهار حتساعدك. اذا قادرة تساعدي حدا، اذا حد قادرة تساعدي شخص ثاني كان مرة او رجال، بس بالاخص مرة بشغلك، ساعديها، لانه اذا وقفتوا مع بعضكم حتساعدوا بعضكم كثير. ما تتقبلوا التنمر بالشغل ابدا، هيدي ثالث واهم نقطه بالنسبه لي. صدقوني انه النساء بيتنمروا على بعض اكثر من اي شخص ثاني بالشغل. انا صايره معي كثير، والحمد لله بقدر اقول بضمير مرتاح ولا مره عملتها بمره ثانيه، بس بعرف انه قد الموقع صعب لما اكون عارفه حالي قادره اقدم وقادره ساعد الشخص اللي عم بيتنمر علي، بس انه هي عم تعمل لي عرقيل بالشغل وعم بتحاول. يعني بصيروا النساء بين بعضهم بالشغل اوقات يخبروا اخبار مش مزبوطه، او بيصيروا يقولوا مثلا هذه منا شاطره، او بيحطوا حق عليك اذا كنتي بار مدارك. بالعكس، ما تتنمروا. اذا شفتوا حدا عم بيتنمر على شخص ثاني بالشغل ما تقبلوا فيها، وقفوا وقفه قويه ضدها. رابع نقطة، انك ما تشجعي النميمة ابدا بين النسوان، كان بالشغل او برات الشغل، بس النساء بالشركة اوقات مثل او برات الشركة بيعملوا نميمة وبصيروا يحكوا على بعضهم انه بالنسبة لانه هيدي مش عم تعرف تشتغل منيح، او يعني حاعطيكي مثلا، اذا كنت انت ام، في كثير من النسوان بينتقدوا بعضهم من طريقة التربية وطريقة الطريقة اللي عم بيعلموا اولادهم فيها. بس انا بعتبر واعتبرت هذا الشيء من اول ما صرت ام انا بنفسي، انه ما في كلنا عم نجرب قد ما فينا ان نعمل احسن شيء لاولادنا. نفس الشيء بالشغل، كلنا عم نعمل قد ما فينا انه نقدم اكثر ما فينا لشغلنا، فما تحكموا على بعضكم. اذا في شيء حابين تقولوه لبعضكم لتساعدوا بعضكم قولوه بطريقه خاصه وعلى جنب، خذوا رفيقتكم على جنب، بس ما تحكوا عليها من ورا ظهرها. خامس نقطة، إذا بتشوفوا بالأفلام وببعض المجالات بالتي في إنه بيشجعوا كتير المرأة تكون لئيمة حتى تكون شاطرة بشغلها، منك مضطرة تكوني لئيمة، منك مضطرة تأذي حدا، ومنك مضطرة إنك تذلي حدا حتى تفرجي إنه أنت قوية. بالعكس، قوتك بتبين بالشغل لما ترفعي الأشخاص اللي حواليك وتساعديهم يوصلوا للبوتنشل تبعهم. سادس نقطة، لما تشوفي مرأة قوية بالشغل وعملت شيء منيح، بليز بترجاكي انك تقولي هالشي وتنشري قد ما فيكي. عملي لها شير اذا عملت شيء، هذا شيء حسب اعتبرتيه انه منيح للمهنه تبعها، اذا كتبت شيء مقاله، او اذا عملت شيء فيديو خاصه بشغلها، او اذا حكت عملت شيء خطاب. بليز قد ما فيكي شجعيها وقولي للعالم على الاشياء المنيحه اللي عملتها. ساعدوا بعضكم انكم توصلوا. كلنا بحاجه لراحه، اذا كان في عندك رفيقتك بحاجه لانه تروح على اجتماع معين وبس مضطره تهتم باولادها او عندها شيء مسؤوليه، ساعدوا بعضكم.
أنا بخبركم لما كنت عايشة برات لبنان وأهلي مش حتي، كان في عندي رفقاتي النسوان اللي كلهم بيشتغلوا مثلي مثلهم يساعدوني بطريقة بتعقد، كانوا ياخدوا أولاد ياخدوا ابني لما كنت مثلا مضطرة أروح على اجتماع مهم، كنت آخذ أولادهم لما هن مضطرين يروحوا على اجتماع مهم أو إذا عندهم شي مشروع بدهم يطبقوه بالشغل، ساعدنا بعضنا ورفعنا بعضنا وهن بالنسبة لإلي هلا إخواتي وأقرب الناس لإلي، فبليز خلوا هذا الشيء موجود بحياتكم، صدقوني صدقوني إنه كثير حتنبسطوا فيه. إذا كنت حابة تعرفي كيف تطبقي مهارات الأمومة لمهارات مهنية، ما تنسي الفيديو اللي عملناه مش من زمان، وإذا كنت هلأ بعدك فايت جديد على مجال العمل، good luck من قلبي، وما تخافي لأنك أنت قدها.